يعطيكم العافية جميعا، أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة رقم 13 من مادة الميكروبيولوجي والثالثة من مادة الفاينل. المحاضرة هاي خفيفة وبسيطة، فيها شوية مصطلحات جديدة بنتعرف عليها ومعلومات حلوة بتفيدنا في المستقبل. نبدأ فيها. بداية عندنا الميكروبيال إيكولوجي، تمام، عنوان المحاضرة، تمام، ومن اسمها مايكروبيال يعني تختص في الكائنات الحية الدقيقة، وإيكولوجي أي علاقتها بالبيئة ودراستها، تمام، فهي the science of systematic study، إذا دراسة interrelationships علاقتها العلاقات الموجودة بين between اللي هو organisms الكائنات الحية والبيئة المحيطة فيهم، إذا العلاقات بين الكائنات الحية نفسها والعلاقات ما بين الكائنات الحية والبيئة المحيطة فيها. تحت هذا العلم بندرج مصطلح اسمه السيمبيوسيس، تمام، اللي هو يعني التشارك، خلينا نحكي، تمام، السيمبيوتيك ريليشن شيبس اللي هي علاقه ما بين، تمام، السبيشيز، تمام، ولاحظوا كلمه انه سبيشيز مش اورجانيزم، ليش؟ لانه احنا بدنا نختار كائنين حيين من two different species، فبيكونوا living together or in close association، يا عايشين مع بعض او اللي هو مرتبطين بصلات اللي هو مع بعض في المكان او في اللي هو العمليات الحيويه، تمام، ولازم يكونوا زي ما حكينا two dissimilar organisms، يعني لازم يكونوا من كائنين حيين مختلفين، تمام، بسموهم symbionts اللي هي الكائنات اللي مشتركه في السيمبيوتيك ريليشنشيب، واللي هو زي ما حكينا لازم يكونوا from two different species. في عندنا تحت السيمبيوتيك ريليشنشيبس في عندنا انواع، اول إشي اللي هو النيوتراليزم، والنيوتراليزم اللي هي الحيادية انهم هم موجودين حوالين بعض، تمام، فقط، ولكنهم لا بيفيدوا بعض ولا بيضروا بعض، اي باختصار ما في اي افكت بيناتهم على بعض، فبحكي لك neither symbiont is affected by the relationship، اذا ما في اي افكت، تمام، ويعني مثلا انهم عايشين مع بعض occupying the same اللي هو ecologic niche. الكومنساليزم اللي هي العلاقة التفاعلية، تمام، بهاي العلاقة بحكي لك neither organism is physiologically dependent on the other، يعني ما بيعتمد فسيولوجيا على الثاني في وظائفه، ولكنه واحد من الاثنين بيكون مفيد للثاني، فبكون beneficial to only one symbiont، والثاني ما بصير عليه إشي، لا ضرر ولا فائدة، تمام، يعني خلينا نحكي هي عبارة عن أحسن من النيوتراليزم بستيب واحدة، اللي هي إنه صار في عندنا واحد الطرفين أحد السيمبيونتس مستفيد من هاي العلاقة. Many microorganisms of indigenous microflora use nutrients and space of humans، يعني مثال على الكومنساليزم اللي هي بعض الإنديجينس مايكروفلورا اللي بتستغل غذاء الإنسان والمساحة الموجودة في الجسم، تمام، وهي صحيح بتستغل غذاء الإنسان، ولكن هذا الإشي ما بضر الإنسان، لأنه الإنسان مقارنة بهاي الكائنات الحية بيكون عنده اللي هو loads of nutrients. من أمثلة على هذا الموضوع، أول إشي black head mite اللي هو الحشرة المسؤولة عن الرؤوس السوداء اللي هو في الوجه، واللي اسمها اللي هو ديمودكس، تمام، والمرض اسمه ديموديكوسيس، تمام، بتكون عبارة عن tiny elongated body، إذا جسمها صغير وطويل، lives on a human facial اللي هو hair أو اللي هو pilosebaceous glands، تمام، إذا في الوجه خصوصا الايلاشز، تمام، اللي هم الرموش زي ما بتشوفوا عندنا في الصورة هاي، وهي شكل المايت، تمام، فإذا كان في السمول هير فوليكل في بصيلة الشعر بيكون اسمها ديمودكس فوليكيولورم، وإذا كانت اللي هو موجودة بالبايلوسيباشيوس جلانز اللي بتفرز السيبوم، تمام، بتكون اسمها ديمودكس بريفيس، تمام، وهذا الإشي نادرا ما يسبب المرض، تمام، وإذا بدنا نتخلص منه بيكون من خلال الهير شامبو، من خلال الشامبو فيس كلينسينج، غسول الوجه، افويد اويل بيست ميك اب، نتجنب الميك اب اللي بيكون فيه زيت، وبريودك اكسوفولييتنج اللي هو استخدام الكريمات المقشره للوجه، تمام. فرنيكولار مايسيس، هذا اللي هو مرض بعملنا اللي هو زي ما انتم شايفين هاي الشغلات اللي بالجلد بسموها بوي لايك ليجنز، تمام، سببها اشي اسمه ديرماتوفوبيا هومينس، تمام، او اللي هو هيومن بوت فلاي، تمام، الهيومن بوت فلاي هاي انديميك، يعني موجوده بكثره في سنترال اند ساوث امريكا، في امريكا الوسطى والجنوبيه، تمام، الطريقه اللي بتسبب فيها المرض بانه الفيميل تبعت الهيومن بوت فلاي، تمام، بتحط اللي هو الايجز تبعونها
تمام على other zoophilic blood feeding porter vectors. ايش يعني zoophilic blood feeding porter vector؟ zoophilic يعني بنقل من اللي هو الحيوان للإنسان، blood feeding تعيش على اللي هو الدم، وporter vector أي ناقلة للمرض. تمام، فهي بتستخدم ال flies أو الموسكيتوز، تمام، الذبان أو الناموس أو التكس، في إنهم ينقلوا هذا المرض. تمام، فهاي علاقة السيمبيوسز، تمام، إنها بتحط الفيميل تبعت الهيومن بوتفلاي الإيجز تبعونها بالزوفيليك بلود فيدينج بورتر فيكتورز. وهذا الإشي بيؤدي اللي هو إنه لما تيجي these vectors bite the host، لما يقوموا بعض الإنسان، الإيجز هاتش أند ريليس لارفي أون ذا سكين. إذا بيحطوا الإيجز اللي أعطتهم إياها الهيومن بوتفلاي على جلد الإنسان داخل العضة، وهذولا البيض بفقس وبيطلع اليرقات اللي موجودة جواته، فبعملنا البويل لايك ليجنز، وبيستخرجوهم واحدة واحدة وبيطلعوا على شكل ديدان صغيرة. طيب الميوتشواليزم، تمام، اللي هي التساهمية أتوقع اسمها بالعربي، مش كثير أنا بصراحة بالأسماء بالعربي، beneficial to both symbionts، إذا بتكون العلاقة مفيدة mutual يعني بالاتجاهين، تمام، مفيدة to both symbionts، فصار عندنا إحنا اللي هو neutralism مش مفيدة لحدا، commensalism مفيدة لواحد، وميوتشواليزم مفيدة للثنتين. humans بالإنسان many microorganisms من الindigenous and microflora، ماشي، زي مين؟ الانتستينال اي كولاي اللي هي تستخدم في اللي هو افراز الفيتامين كي، والاذرز بيستخدموا في الكولونايزيشن ريزيستنس. ايش يعني كولونايزيشن ريزيستنس؟ اللي هي يعني مصطلح مفخم شوي لفكره حكيناها بالمد، وهي انه وجود الانديجينس مايكروفلورا او النورمال فلورا بمنع اللي هو بيحتل مساحة وبمنع نمو كائنات pathogenic وزيادة عددها داخل جسم الإنسان، فهي استغلالها للمساحة يعتبر مقاومة للي هو pathogenic microorganisms. طيب أحد الأمثلة على اللي هو الميوتشواليزم هي الميديسينال ليشز، تمام، أو العلق، تمام، approved by اللي هو FDA كميديكال ديفايس، بيستخدموه أو ك اللي هو جهاز طبي لحتى يعالج الأبسيسز والوونز، تمام، واللي هو منع الفينيوس كونجستشن. تمام، كيف هذا الحكي؟ اللي هو إنه ليشز هاي العلق يحتوي على إيرمونس سبيشيز، تمام، وهم major component of bacterial flora within the gut of leashes، داخل اللي هو بطن الليشيز بيكون في عنا اللي هو ايرمونس سبيشيز، هذول ضروريات للدايجستشن اوف بلود، فبالتالي وجود هاي البكتيريا جوات الليشيز بيساعد الليشيز على انها تستفيد من البلود، بدونها ما بتستفيد من البلود، فبالتالي الايرمونس بتستفيد والليشيز استفادت، فهي صار عنا الكومنساليزم. معلومة كمان بحكي لك انه الايرمونس ممكن تعمل لنا وود انفكشنز، تمام، فاللي هو خصوصا الايرمونس فيروناي، فبالتالي البيشنتس اللي بيعالجوهم بالليشيز بعطوهم اللي هو بروفيلاكتيك انتيبيوتكس، تمام. طيب بعدين عندنا اللي هو التيرمايتس او النمل الابيض، تمام، هم النمل اللي بتغذى على السليولوز، فبوكل الخشب، تمام، ولكن هو فعليا غير قادر على هضم الخشب، فبيحتوي على بداخله على انتستينال بروتوزوا، وهي العلاقة التشاركية ما بين التيرمايتس واللي هو الانتستينال بروتوزوا تبعتها. واللايشن اللي هو مصطلح أخذناه في المد، تمام، وحكينا انه عبارة عن الجاي مع فنجس، او اللي هو كراينوبكتيريا مع فنجس، تمام، بيبينوا ككولورد باتشز على الصخور وعلى جذور أو اللي هو سيقان الأشجار، تمام، هذولا مكونات حكينا من الألجاي والفنجس، فالأنجاي بتفرز كربوهيدرات واللي هو energy for the fungus by photosynthesis لأنها قادرة على عملية البناء الضوئي، بالمقابل الفنجاي عندها سيل وول مكون من الكايتن in the hyphae، فبالتالي بتحمي الألجاي جواتها from desiccation أو اللي هو الجفاف. طيب فبالتالي زي ما بتلاحظوا بالشكل انه في عنا احنا الجاي اللي بتفرز الطاقة والكربوهيدرات، بالمقابل الفنجاي بتوفر لها الحماية من خلال الهايفي تبعتها.
طيب الباراسيتيزم او التطفل اللي هي بتكون المرحله الرابعه واللي بتكون فيها بينيفيشال تو وان سيمبيونت اللي بسموه الباراسايت المتطفل وديتريمنتال يعني عنده هارمفول افكت على الاذر سيمبيونت اللي بسموه هوست. اذا احنا بطلت عندنا علاقه متكافئه صار عندنا باراسايت ماشي بياخذ من الهوست والهوست بالضرر تمام. مرات بتكون نون باثوجينيك يعني بضله ياخذ من جواته بس ما بيأذيه تمام، ومرات بتكون pathogenic أو fatal زي ما حكينا في المد عن الأفريكان sleeping sickness من خلال trypanosoma gambiense تمام. طيب في عنا shift of symbiotic relationship to parasitic. لاحظوا أنه العلاقات اللي هم واحد واثنين وثلاث ممكن تلاقيهم في جسم الإنسان تمام، ولكن هاي العلاقات ممكن تتحول لعلاقة تطفلية مؤذية للإنسان في الحالات التالية اللي هي إنه إذا كان عندنا immunocompetent immune system أو الإميون سيستم قوي إذا صار في تغير في المكان الهابيتات البيئة أو الأناتوميكال سايت ممكن يسوي لنا انفكشن. يعني إذا كان المناعة قوية فبالتالي ما فيش خطر على الإنسان، ولكن وقتها إذا غيرت هاي الكائنات الحية الدقيقة موقعها من الموقع الأصلي إلى موقع آخر ممكن تعمل لنا انفكشن. في حال نقص المناعة زي الأوبورتيونستيك باثوجينز إنه لما تنقص مناعتنا بيعملوا لنا مرض، وممكن كمان اللي هو في حالة البيرنز اللي هي الحروق اللاسيريشنز التقرحات اللي موجودة على الجلد أو اللي هو خلينا نحكي الجروح كمان واللي هو surgical procedures أو العمليات الجراحية. في هاي الحالات ماشي بينفتح الجسم وهو عبارة عن أول حاجز ضد اللي هو دخول الكائنات الحية الدقيقة إلى الجسم، بينفتح هذا الحاجز فبدخل اللي هو الـ opportunistic pathogens الموجودة على الجلد داخل جسم الإنسان وبسببه المرض. طيب الانديجينس مايكروفلورا او الاسم الاخر لها المايكروبيوتا او النورمال فلورا تمام. في عندنا نوعين منها ريزيدنت اللي هي دائما موجوده داخل جسم الانسان، ترانزيانت او على جسم الانسان. ترانزيانت اللي هي بتكون موجوده لفتره بسيطه وبعديها بتروح. طيب الريزيدنت انكلود اول مايكروبز اللي موجوده ريزايد اون اور وذين ذا بودي موجوده على او داخل الجسم تمام. عددهم كثير كبير بيكون عددهم 10 مرات أكثر من اللي هو خلايا الجسم، فخلايا الجسم 10 تريليون فعنا 100 تريليون مايكروب أي وهم بيكونوا من 500 إلى 1000 نوع تمام. الأرقام مش مهمة ولكن لحتى تبين لكم اللي هو عددهم الضخم. طيب their types differ according to conditions and each anatomical site. Conditions of each anatomical site يعني انهم انواعهم تختلف بناء على كل موقع. فبالتالي مثلا على سبيل المثال في اللي بيكونوا موجودات في الفم تمام، ممكن تكون aerobic ممكن تكون anaerobic تمام. اذا كانت متخبيه جوات اللي هو الشقوق مكان ما يكون فيه اكسجين قليل بتكون انيروبيك، اللي بتكون مفتوحه على الهواء بتكون ايروبيك. داخل الجسم من جوا في الامعاء بتكون انيروبيك لانه ما في اكسجين هناك تمام. فبتعتمد على المويستر على الرطوبه على البي اتش تبع المنطقه على الحراره وعلى التوفر الغذاء تمام. بدنا نتذكر دائما معلومه مهمه جدا انه البودي فلويدز سوائل الجسم سواء كانت بلود دم ليمف cerebrospinal fluid السائل اللي موجود في central nervous system أو السائل اللي موجود في الجوينتس اللي هو synovial fluid تمام، كلياتهم شو بيكونوا sterile تمام. وبرضو عندنا the most internal tissues تمام. الانترنال تيشوز هم الأنسجة اللي غير معرضة للبيئة الخارجية، يعني مثلا عندنا البون بيكون ملفوف باللي هو عضل وشرايين وجلد وكذا، فمش المفروض يكون متوصل البكتيريا لهناك. فهاي المناطق كلياتها والأعضاء بتكون ايش ستيريل يعني خالية تماما من الكائنات الحية الدقيقة سواء كانت مفيدة أو ضارة تمام. إذا عملنا لهم ديستركشن هذول المايكروفلورا ايش بصير؟ في عنا سوبر انفكشن زي ما حكينا في المحاضرة الماضية، لانه قتلهم بيؤدي الى زيادة more resistant. اذا destruction بصير في عنا growth لمين؟ لا more resistant opportunistic pathogens تمام. زي المرة الماضية حكينا عن الكلوستريديوم ديفيسيل ورح نرجع نحكي عنها اليوم نفس المعلومة، واللي هو الكانديدا البيكنز ما تكتبوهم هسه رح نحكيهم لقدام في اخر المحاضره. الترانزيانت بيكون في عندنا from external environment بيجي عندنا بخذوا residence on or in the body زي ما حكينا باللي هو الريزيدنت، ولكنها بتكون موجوده temporarily.
فبحكي لك انه بتفقدهم انت او اللي هو بخرجوا خارج الجسم او بوقعوا عن الجسم من خلال الواشنج by bathing اللي هو من خلال الاستحمام, flushing away by body secretions and excretions, تمام, اللي هو انه في عنا mechanical flushing يعني انه احنا جسمنا بطردهم وخلينا نحكي بغسلهم من خلال الافرازات تبعته زي اللي هو البول والدموع والعرق, تمام. And failure to survive in acidic or alkaline pH, يعني على سبيل المثال العرق acidic فبالتالي بقتل البكتيريا الموجودة على الجلد, وإذا كان alkaline برضو بيموتوا, أو اللي هو killing by toxins of resident flora, برضو resident flora بتمنع اللي هو transient flora من النمو من خلال إنها تفرز اللي هو toxins إلها. طيب هسا رح نمرق على اللي هو أجهزة الجسم الرئيسية, نحكي اللي هو البكتيريا اللي بتكون موجودة فيهم. السكن رغم انه مكشوف الى اللي هو البيئة المحيطة فينا الا انه البكتيريا اللي بتنمو عليه بتكون anaerobic يعني اللي هو لا هوائية. ليش؟ لانهم بنمو بالdeeper skin layers, تمام, ما بكون موجودة على السطح, بدخلوا داخل اللي هو الkeratinized epithelium, تمام, وبكونوا موجودين بالهير فوليكلز بالسويت اند سيباشوس جلاند في خلايا العرق وخلايا السيباشوس جلاند اللي بتفرز السيبو. موست كومن بكتيريا بتكون موجوده في الجلد هم الستافيلوكوكس ابيدرميدس, وهي رح تجيكم سؤال في الامتحان كثير مهمه. وفي عندنا كمان اذر كواجوليز نيجاتيف استافيلوكوكس, كواجوليز نيجاتيف استافيلوكوكس هكتب لكم اياها, coagulase negative staphylococcus. coagulase negative هم البكتيريا اللي او staphylococci اللي ما بيكونوا pathogenic كثير زي staphylococcus aureus وما عندهم coagulase, تمام. وفي عنا cryobacterium و propionibacterium اللي بتعمل الاكني او حب الشباب, تمام, هدول كثير مهمات. في عنا most common fungus برضو كثير مهم اللي هو الكانديدا البيكنز. إذا أي فنجس موجود في جسم الإنسان بحكي لك بشكل طبيعي رح يكون مين؟ الكانديدا البيكنز, رح يتذكر معنا بكذا مكان. طيب الهاند واشينج prevent hospital acquired infections, طبعا دائما في المستشفى البكتيريا اللي بتكون موجوده هناك حتى لو كانت نورمال فلورا بتكون ريزيستنت اكثر, ممكن تكون باثوجينيك اكثر لانها دائما بتتعرض للانتيبيوتكس, دائما بتتعرض ل مواد التنظيف, فبالتالي بتكتسب مناعه وبصير عندها قوه اكثر, فبالتالي لازم اللي هو نحمي حالنا منها. والخط الاول للدفاع زي ما حكينا عنه في المحاضره الماضيه هو الهاند واشينج, تمام. وبرضه بنعرف انه اذا صار في عنا حروق او جروح او اللي هو عمليات جراحيه بتؤدي الى جروح في الجسم, هذا الاشي بيؤدي الى skin infections. ليش؟ لانه بسمح لا اللي هو الباثوجينيك بكتيريا او الاوبورتيونستيك بكتيريا بالدخول لمين؟ للجسم. بالنسبه للايرز والايز, الايرز والايز بيكونوا موجودات على اللي هو الاوتر اير اللي هو الاذن الخارجيه, والاوديتوري كانال اللي هو اول النفق تبع اللي هو الاذن قبل ما نوصل لعند الاذن الوسطى والاذن الداخليه. هذول بيكون عليهم بكتيريا نفس تبعات السكن اللي هم حكينا الستافيلوكوكس ابيدرميدس, الكراينوبكتيريوم والبروب ايونوبكتيريوم, تمام, لانه هذول يعتبروا جلد برضو يعني بغض النظر انهم تبعات اللي هو للاذن ولكنهم جلد في الاخر, تمام. بينما الميدل والإنر إيرز لازم يكونوا ستيرايل, فصار في عنا إحنا اللي هو البادي فلويدز والإنترنال إيشوز اللي تيشوز عفوا اللي من خلالها أو من ضمنها هم الميدل إير والإنر إير. وبرضو بالنسبة للعين بحكي لك انه بالرغم من وجود اللي هو tears mechanical flow effect, بالرغم من انه الدموع عنا يعني خلينا نحكي بتاخد معاها البكتيريا الموجودة عند العين وموجود فيه برضو الدموع lysozymes, تمام, واللي هو other antimicrobial substances, إلا إنه الكونجكتيفا بنلاقي فيها staph وstreptococcus وبكتيريا ومورغزيلا كاترالس.
من هسه وطالع حنبلش نقرا اسماء بكتيريا كثير زي هيك، ما في داعي تحفظوها، واصلا انتم خلال دراستنا للمحاضره رح تلاقوا انه انهم مشتركات تقريبا بينات كل اللي هو الاجهزه، ورح نحكي عن اللي هو مجموعه بكتيريا محدده زي ما حكينا عن ستافيلوكوكس ابيدرميدس، انه هاي تمتاز بوجودها على السكن زي هيك، اما الباقيات فكلياتهم مشتركات، وانا تركتهم لانه لازم يعني تتعرفوا على اسمائهم، وما حطيتهم مكان واحد وشلتهم الاماكن الثانيه عشان ما تفكروا انهم مميزات لهذا الجسم بالتحديد، فرح تلاقوهم مشتركات كثير فما تحفظوهم. طيب الريسبيراتوري تراكت، اللور ريسبيراتوري تراكت اللي هو من عند اللارينكس وانزل لتحت، تراكيا برونكاي برونكيولز اند لانجز، لازم يكونوا سترايل لانه فتنا بالانترنال احنا، تمام. وبرضو عندنا ديفنس ميكانيزمز قويه لللور ريسبيراتوري تراكت لانه في عنده اللي هو ميوكوسيلياري سيستم اللي هو بتكون من سيدو ستراتيفايد كولومينار ابيثيليوم، بيكون فيه جوبلت سيلز بتفرز ميوكس، والميوكس هذا بالاضافه للشعيرات الدقيقه اللي موجوده بلقطوا اللي هو الباثوجينز والفورين بوديز، واللي هو بسحبوهم they sweep them back up لحتى نتخلص منهم. طيب الأبر ريسبيراتوري تراكت اللي هو الجزء العلوي من الجهاز التنفسي اللي بتكون من الأنف والثروت اللي هو الحلق، تمام، زي اللي هو أو يعني علميا الفارينكس، تمام، بيكونوا مويست أند وورم، تمام، دائما فيهم اللي هو بخار مي، تمام، وبيكونوا أدفى من اللي هو اللور ريسبيراتوري تراكت، فهاي بيئة مناسبة جدا لنمو البكتيريا. ففي عندنا نوعين هارمليس وأوبورتيونستيك، تمام، الهارمليس زي الدبثريويدز اللاكتوباسيلاي والمايكروكوكاي واللي برضو رح تلاقوهم كثير في الأجهزة الثانية فما تحفظوهم، الأوبورتيونستيك الستريب والستاف والنيزيريا والكراينا بكتيريا، تمام. بما انه ممكن يكون في عنا ستاف وستريب ونيزيريا وكراينوبكتيريوم، هاي الشغلات ممكن تكون اللي هو بما انها opportunistic فهم يعتبروا carriers او healthy carriers، تمام، ناقلين لأي امراض الدبثيريا، تمام، المننجيتس من خلال النيزيريا مننجيتيدس، النيمونيا من خلال مجموعات من الستاف والستريب، تمام، والووبينج كف اللي هو السعال الديكي اللي بتعمله بكتيريا اسمها بورتاديلا بيرتوسيس، برضو ما تحفظوهمش بس احفظوا انه الانسان ممكن يكون هيلثي كارير لهاي الامراض نتيجه وجود هاي الاوبورتيونستيك بكتيريا بشكل طبيعي في اللي هو الابر ريسبيراتوري تراكت، تمام. طيب بالنسبة للي هو الأورال كافيتي أو الفم، بيكون فيه أنيروبيك وأيروبيك، هوائي ولا هوائي. اللا هوائي بيكون موجودين على إحفاف الجم اللي هو اللثة الكريفيسز، تمام، أو الشقوق اللي موجودة ما بين أو ما بين اللي هو الأسنان، تمام، أو اللي هو في اللي هو اللوز وتحديدا في الديب فولز، في اللي هو خلينا نحكي الطعجات والفولز تبعات اللوز بيكون موجودة جواتهم فبكونوا ايروبيك، تمام. وفي عنا ايروبيك بكتيريا المعرضة للهواء اللي بيدخل بشكل طبيعي إلى الفم، تمام. هسا في حالة decreased dental hygiene، في حال اللي هو نقص التنظيف الأسنان والفم، رح يصير في عنا أمراض مثلها مثل الدينتال كيرز، التسوس، الجنجيفايتس، التهاب اللثة، وبريودونتال ديزيزز اللي هي أمراض الأسنان بشكل عام. طبعا هذا الحكي كلياته فهم ومنطقي، يعني ما فيش لحد الآن إشي محرز، تمام. بكتيريا برضو رح تلاقي أكتينومايسز، بكتيريويدز، كرينوبكتيريوم، لاكتوباسيلس وغيرهم كثير كمان موجودة حتى بالسلايدات، تمام. رح تلاقوا كمان إنه نفس الأمثلة اللي انحكت قبل لا تعد ولا تحصى، تمام، ولكن بيهمني منهم الموست كومن هم الالفا هيموليتيك ستريبتوكوكس، تمام، واهم وحده فيهم الستريبتوكوكس ميوتنز، هاي مهمه جدا، تمام، لانها بتشتغل في البليك فورميشن وكمان الدنتال كيريز، تمام. فهاي صار عندنا ايش سؤالين مهمات بالامتحان اللي هو انه موست كومن بكتيريا اون ذا سكن هي الستافيلوكوكس ابيدرميدس، بكتيريا that causes plaque formation اللي هي Streptococcus mutans، تمام. بالنسبة للجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي بتكون من عدة أجزاء وكل جزء بيئته بتختلف عن الثاني، فبالتالي لما نيجي نحكي عن الستومك، الستومك بتكون الحموضة فيها عالية جدا فبيكون الـ pH 1.5 يعني قليل الكائنات الحية اللي بتقدر تعيش في هذا اللي هي في هاي البيئة، تمام، فما فيها نورمال فلورا الا ثنتين اللي هم الهيليكوباكتر بايلوري وهي مهمه جدا، تمام، واي كلورو هايدريا، تمام.
الهيليكوباكتر بايلوري كيف قدرت تعيش جوات المعدة؟ هاي معلومات زيادة لكم بس عشان تفهموا يعني منطق ليش هي موجودة وغيرها مش موجود. الهيليكوباكتر بايلوري عندها خاصية بأنها بتفرز حواليها مواد قاعدية جدا، تمام، تفرز حواليها على غشائها مواد قاعدية جدا. هاي المواد لما تختلط بحموضة المعدة بتفرز بيئة إيش متعادلة. يعني لما أنا أحط اللي هو pH 1.5 واخلطه مع مادة بيكون مثلا البي اتش تبعها 12-13 رح يطلع لنا بي اتش 7 مثلا على سبيل المثال. فهي هاي طريقتها المعتمدة حتى تقدر تعيش جوات الجسم، مش معناها انها اسيدوفيلك، تمام، ولكنها قادرة على اللي هو عندها ديفنس ميكانيزم، ماشي، بتقدر تخليها تعيش. في حال هاي البكتيريا قدرت تنمو بشكل كبير، وطبعا هاي البكتيريا موجودة في أجسام الكثيرين منا، يعني يقدر بالأردن أنهم 90% من الناس عندهم إياها بالجسم، ولكن في حال إنها زادت بشكل كبير، لما في بعض الناس مثلا بأخذوا أدوية بتقلل من حموضة المعدة، تمام، هذا الإشي بيسمح لها أنه يزيد عددها بزيادة. إذا زادت كثير بتعملنا مرض اسمه البيبتيك ألسر، تمام، أو تقرحات المعدة، اللي هو بتخلي، خلينا نحكي، زي موجود جرح أو اللي هو انسلاخ في البطانة الداخلية للمعدة، وهذا واحد من الأمراض اللي جدا مؤلمة، بتسبب وجع بطن مستمر، خصوصا اللي هو لما تكون المعدة فاضية. طيب ايه كلوروهايدريا حكيناها. بالنسبة للسمول انتستن، سمول انتستن في عنا جزئين، الديودينم والجيجينم والإليم. الديودينم بيوصلها بايل، تمام، فالبايل بيحمي وهو قاعدي، فبيحمي الديودينم وبمنع نمو البكتيريا فيها، بينما الجيجينم والإليم، ماشي، بيكون يعني اسهل على البكتيريا انها تنمو فيه، فبكون فيها ماني سبيشيز. واذا بتفتحوا السلايد برضو بتلاقيوا اللي هو ابو 15 اسم، تمام، نفس الاسماء اللي حكيناها قبل، تمام. بالنسبة للقولون، القولون مهم جدا تعرفوا انه عنده اكبر عدد من اللي هو المايكرو اورجانيزمز واكبر تنوع فيه، تمام. فاذا اجاك برضو ممكن يجيك سؤال في الامتحان انه the body part with the اللي هو largest number and variety of microorganisms، شو بده يكون؟ الكولون. مش رح نحكي جي اي تي، مش رح نحكي ستوميك ولا سمول انتستين، رح نحكي كولون او اللي هو large intestine، تمام، الامعاء الغليظة. ففي عنا فيها أوبلي، طبعا في الامعاء الغليظة ما في عنا اكسجين، تمام، او بيكون بكمية قليلة جدا، فبدي يكون عندنا obligate anaerobes او facultative ايش anaerobes. زي مين؟ زي البكتيريويدز، تمام، اللي هو جرام نيجاتيف باسيلاي، جرام بوزيتيف باسيلاي، زي الاكتينومايسيس والكلوستريديوم. في عندنا facultative anaerobes زي الاشريشيا، مثال عليها الاشريشيا كولاي وهي مهمة جدا، مثال هذا. أمثلة الفاكوليتيتيف أناروبز أنا بنصح أنكم تحفظوها، لأنه شوي بيمتازوا عن بقية الجسم وإلهم دخل بأمراض كثيرة لقدام. الإشريشيا، الكليبسيلا، الانتيروباكتر، الانتيروكوكس، البروتياس، السيدوموناس واللاكتوباسيلاي، تمام. وفي عندنا ماني فانجاي وبروتوزوا وفيروسز، فبالتالي الكولون فيه جميع أنواع اللي هو الكائنات الحية الدقيقة وعدد كبير منهم. طيب حكينا قبل هيك انه لما يصير في عنا changing of habitat ممكن تسبب لنا المرض، وهذول البكتيريا الموجودة في الكولون منهم، فبسموهم opportunistic، تمام. وبرضو يستخدموا كindicators في الwater fecal contamination، اللي هو تلوث مياه الشرب باللي هو مياه المجاري. فهم بس يجيبوا مثلا مية شرب مثلا مشكوك انها ملوثة ويفحصوها ويحطوها تحت المجهر، يلاقوا فيها ايكولاي، كونه الايكولاي موجودة في اللي هو الامعاء الغليظة وبخرج كميات منها، زي ما حكينا في المد انه نصف اللي هو وزن البراز بيكون من البكتيريا، تمام. فلما تختلط، لما يختلط مياه المجاري بالمي رح تكون هاي الإيكولاي موجودة فيها، فإذا لقوا إيكولاي مي تشرب معناته هاي مي ملوثة بالمجاري، تمام. وزي ما حكينا قبل هيك إنه صحيح الإيكولاي موجودة بشكل طبيعي في الكولون، ولكن إحنا لو لا سمح الله كانت مي ملوثة فيها وشربناها رح تدخل لأماكن أخرى، فصار في عنا change of habitat وanatomical site، ووقتها رح تملنا أمراض ورح نحكي عنها لقدام. اليورجينيتال تراكت، تمام، اللي هو الجهاز البولي والتناسلي. بالنسبة للكيدنيز، اليورترز اللي هو حالب الكيدني، واليورناري بلادر اللي هي المثانة، هذول المفروض يكونوا ستيرل،
تمام؟ لأنهم إيش؟ internal tissues and internal organs، تمام؟ وبرضو الأسيديك يورين بيعمل ميكانيكال فلوش، يعني بشطف البكتيريا من الديستال يوريثرا and external and its external opening، يعني بشطف البكتيريا من اللي هو الأعضاء البولية والتناسلية الخارجية، تمام؟ لأنه بعطينا أول إشي ميكانيكال فلاش، وبرضه عنده أسيديتي عالية، فبالتالي بتخلص من كثير من الكائنات الحية. هسا لو صار عندنا anatomical أو physiological abnormalities، يعني خلل في الphysiological characteristics تبعت اللي هو urinary system، يعني مثلا البول ما كانش كثير أسيدك، أو مثلا صار في عنا اللي هو أنيوريا، نبطل الإنسان يخرج بول، فبالتالي هذا الإشي بيؤدي إلى زيادة في نمو اللي هو الكائنات الحية الدقيقة، وبرضه فرصة إلها أنها تدخل في اليورينري تراكت وتطلع لفوق بعكس اتجاه اللي هو اليورين، باتجاه اللي هي المثانة أو اللي هو اليوريترز. وبرضه أناتوميكال أبنورماليتيز بتعمل نفس الإشي، في ناس عندهم اللي هو عيوب خلقية في الجهاز البولي، وهذا الإشي بيؤدي إلى تغير اتجاه التدفق، تمام؟ بيغير الاتجاه الطبيعي والسليم لتدفق البول، فبالتالي هذا الإشي بيؤدي إلى أنه يعطي فرصة للكائنات الحية الدقيقة مرة ثانية أنها تطلع بعكس الاتجاه وتفوت على المثانة أو على اللي هو الحالبين تبعات اللي هو الكيدنيز. وهذا الإشي بيعملنا recurrent UTIs، يعني recurrent يعني بيحدث بتكرار، كل فترة بيجي بالتهاب. urinary tract infection يعني التهاب في المسالك البولية. طيب most frequent causes of urethritis، هذول كثير مهمات، تمام؟ أهم أسباب اللي هو التهاب المسالك البولية هي الكلاميديا تروكوماتيس، أو احفظوها كلاميديا لحال، من الأمراض الجنسية اللي لحد الآن منتشرة خصوصا بأمريكا. نيزيريا جونوريا نفس الإشي، والمايكوبلازما، هدول كلياتهم sexually transmitted، تمام؟ بالنسبة للreproductive systems تبع الميل والفيميل بيكونوا بالعادة sterile except اللي هو إيش؟ الفاجينا، تمام؟ وهو الرحم. الرحم إله اللي هو ثلاث اللي هو تفاصيل أو ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي هو إنه during puberty or after menopause، يعني قبل اللي هو يعني خلال مرحلة البلوغ، وقبل يعني حدوث اللي هو أو دخول مرحلة الإنجاب، و after menopause اللي هو بعد اللي هو توقف اللي هو الدورة الشهرية، بيكون في عنا alkaline pH، بيكون البيئة الموجودة عند الفاجينا إيش مالها قاعدية، فبالتالي بنمو فيها diphtheriods strep وستاف وكوليفورمز. بيهمني تعرفوا منهم الديبثيرويدز واللي هو الكوليفورمز. بينما بالتشايلد بيرينج ييرز، في السنوات اللي بتكون سنوات الانجاب، بيكون البي اتش من 4 إلى 5، فبكون اسيدك بي اتش، فبنمو فيها الكائنات الاسيدوفيليك زي شو؟ زي اللاكتوباسيلاي وفيو الفا هيموليتك ستريب وستاف وديبثيرويدز وييست، تمام؟ فهم مشابهات لبعض، ولكن بتتميز فيها أكثر إشي إنه اللاكتوباسيلاي بتكون موجودة في الشايلد بيرينج ييرز. وهدول كلياتهم اللي حكيناهم 1 و2 مايكروفلورا، ولكنهم مش دائما موجودات. حكينا إنه في منهم موجود اللي هو during puberty and after menopause، وفي منهم بيكون موجود during اللي هو الشايلد بيرينج ييرز، تمام؟ في عنا الفاجينال بكتيريا الفلورا اللي بتكون موجودة في أي وقت من هدول، زي الأكتينومايسيس بكتيريويز كوراينوباكتيريوم كليبسيلا لاكتوباسيلس مايكوبلازما بروتياس سيديموناس ستاف وستريب. وبرضو كمان مرة بتلاحظوا انهم نفسهم نفس الأمثلة اللي حكيناهم قبل. وتنسوش انه بالآخر كمان صح الفاجينا عضو تناسلي، ولكنه بالآخر exposed على الجلد، تمام؟ فنفس اللي هو البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة في الجلد والميوكس ميمبرينز، تمام، ممكن تكون موجودة في منطقة الفاجينا، تمام؟ ولكن بيميزوا إيش؟ اللاكتوباسيلاي في حال كان بي اتش، والكوليفورمز في حال كان إيش؟ الكالاين. من الحكي اللي حكيناه كله بيهمني شغلتين. الشغلة الأولى اللي حكيناها اللي هي الأجزاء الستيريل من اليورينري جينيتال سيستم، والحكي اللي رح نحكيه هسا مرة ثانية. إحنا حكينا إذا كان عنا اللي هو المرأة في الشايلد بيرينج ايج، بيكون الفاجينا أسيدك. ولكن إذا أخذت المرأة اللي هو أورال كونتراسيبتيفز، تمام، اللي هي موانع الحمل، تمام، هذا الإشي بيؤدي لزيادة البي اتش وتحويله إلى الكالاين.
وهذا الإشي بيجعلها susceptible to some infections، بيجعلها قابلة للي هو معرضة للي هو الالتهابات، وذلك نتيجة إيش؟ اللي هو نقصان عدد اللاكتوباسيلاي واللي هو اللاكتيك أسيد اللي بتفرزه، واللي قادر على أنه اللي هو يقلل pH ويجعل البيئة حامضية أكثر ويقتل الباثوجينز. تمام، فبالتالي زي ما حكينا قبل هيك انه النورمال فلورا تمام بتساعدنا من خلال كولونايزيشن ريزيستنس، ان احتلال المساحه واستهلاك الغذاء، بحيث انه لو اجى باثوجين لا حيلاقي مساحه ولا غذاء، فهاي الشغله لما تموت اللاكتوباسيلس راح تنفقد من عندنا. وشغله ثانيه اللي هي اللاكتيك اسيد اللي بتفرزه واللي بيقلل من الحموضه واللي هو بقتل الباثوجينز برضه راح ينفقد. فبالتالي بصير في عندنا نوعين من الالتهابات، في النوع الاول واللي اسمه synergistic infection، تمام، اللي هو حكينا انه الانفكشن اللي بيكون فيه مجموعة من البكتيريا مع بعض، تمام، زي ايش؟ زي البكتيرويدز والموبلينكس والجاردينيلا فاجيناليس وبعض الانيروبيك كوكاي. هذولا بيعملوا لنا اشي اسمه بكتيريال فاجينوسيس، فاجينوسيس اللي هو ووتري نون انفلاماتوري ديسشارج لاكينج وايت بيسيز. اذا هذا الانفلاميشن الفاجينوسيس بتميز انه بيكون ووتري وما فيه وايت بيسيز، بينما الكانديدا البيكنز لما يصير فيها اوفر جروث، تمام، الكانديدا البيكنز برضو ممكن تسبب المرض، بتعمل لنا اشي اسمه فاجينايتس، تمام، ولكن هذا بتميز بانه انفلاميشن وبكون معاه اللي هو وايت بي سيز بعكس الفاجينوسيس. فبنميز بين مصطلح الفاجينوسيس الناتج عن السينرجستيك انفكشن من خلال اللي هو البكتيرويدز الموبلينكس والجاردينيلا فاجيناليس والكانديدا البيكنز اللي بتعمل فاجينايتس وبكون فيها انفلاميشن وايت بي سيز. في هسه احنا خلصنا من بلك المحاضرة، الأشياء الجاية اللي حنحكيها كلياتها فهم و 90% بنعرفها من قبل. في عنا beneficial role للبكتيريا، أشياء مفيدة بتعملنا إياها البكتيريا. أول إشي production of vitamin من خلال intestinal flora زي vitamin K، وحكينا تحديدا مين الإيكولاي. في عنا folic acid B12 B1 B7 B6 B5 وأسماءهم هذي مش ضرورية إذا حابين تتعرفوا عليها. Constant source of antigen stimulating اللي هو إيش؟ the immune system، يعني طول ما هي البكتيريا هاي موجودة داخل جسمنا رح تظلها دائما محفزة جهاز المناعة إنه يجهز لها إيش اللي هو أجسام مضادة، لأنه بدنا نعرف شغلة. أول إشي هذا الإشي منيح إنه بيخلينا جهاز المناعة دائما شغال. ثاني شغلة إنه في عنا من كل كائن حي strains ممرضة وstrains غير ممرضة، فلما وبالعادة بيكون في تشابه بين الأنتيجنز تبعت الممرضة وغير الممرضة، تمام؟ فبالتالي اللي هو ومش يعني طبعا هذا الحكي مش دائما ولكن في تشابه، تمام، فبالتالي ممكن يكون الجسم عنده مناعه للباثوجينيك سترينز. تمام، الشغل الثالث مايكروبيال انتاغونيزم اللي هي نفس الكولونايزيشن ريزيستنس اللي حكينا عنها، تمام، فصار عندنا مايكروبيال انتاغونيزم او اللي هو كولونايزيشن ايش ريزيستنس. فبالتالي prevention of pathogen colonization من خلال انهم بياخذوا المساحه والغذاء وبفرزوا حواليهم بكتيريوسنز، تمام، زي اللاكتوباسيلاي اللي حكينا عنها قبل شوي هيك بتعمل. هسا طب شو الفرق بين البكتيريوسنز والانتيبيوتكس؟ البكتيريوسنز بتكون عباره عن بروتينز، الانتيبيوتكس ممكن تكون اي كيميكال، تمام. البكتيريوسنز بتنتجها بالتحديد او اشهر الامثله عليها ومهمات كثير هم الايكولاي والسيدمونس والباسيلوس، تمام، بفرزوها during the primary phase of growth، مش هالقد معلومة ضرورية. بينما بالمقابل الانتيبيوتيك ممكن تفرزه بكتيريا أو فانجاي، ممكن يكون سيمي سينثيتيك أو سينثيتيك زي ما حكينا في المحاضرة الماضية، ولكن البكتيريا سنس بوتنت أكثر، تمام، إذا إلها تأثير أكبر على الخلايا اللي بتقدر يعني وعلى الكائنات الحية اللي بتقدر تقتلهم، تأثيرها أكبر عليهم، بينما الانتيبيوتكس بتكون less potent، تمام. شغلة ثانية بتكون narrow spectrum. إيش يعني narrow spectrum؟ يعني تقتل بكتيريا محددة. مين البكتيريا المحددة اللي بتقتلها؟ هي البكتيريا اللي بتكون closely related، تمام، اللي بتكون إيش شبهها أو قريبة منها، يعني تقريبا من نفس السبيشي أو من نفس السترين، تمام. ليش هذا الاشي؟ بدنا نعرف شغلة بدي احكي لكم اياها، يعني هاي مش داخلي معاكم بس عشان تفهموا. هسا بالعادة اصلا البكتيريا بتفرز بكتيريوسنز متى؟ لما يصير في نقص في الغذاء والمساحة، يعني لما تنمو بكتيريا وتبلش يعني تختنق، يعني عبت المكان كله مش قادر تنمو اكثر من هيك، بتصير تفرز وبطل في غذاء كافي، بتصير تفرز هاي البكتيريوسنز عشان تقتل اللي حواليها، وعلى الاغلب اللي حواليها حيكونوا اللي هو ايش
اخواتها اللي انقسموا مع بعض يعني، صح ولا لا؟ تمام، حيكونوا من نفس ايش السترين او بيكونوا كلوزلي ريليتد. بينما الانتيبيوتيك لما ينعمل بيكون له وايدر سبيكترم، والمقصود هون مش شرط، مش معناه انه كل الانتيبيوتيك وايد سبيكترم، ولكنه اوسع من البكتيريوسينز بانه ما بيشتغل بس على كلوزلي ريليتد، يعني مش شرط يكونوا متقاربات او اللي هو في صله قرابه بين البكتيريا لحتى يشتغل عليها. تمام، برضو البكتيريوسينز يوست فور ابيديميولوجيكال تايبينج، يعني احنا نحدد نوع السترين الموجود، انه في سترينز بتفرز هاي اللي هو البكتيريوسينز، في سترينز ما بتفرزها، فهذا الشيء بيساعدنا على تحديدها. الانتيبيوتكس زي ما بنعرف نستخدمها في معالجه اللي هو الامراض المعديه. مصطلح عنا اللي هو البروبيوتكس او البيوثيرابيوتيك ايجنتس، اللي هو استخدام البكتيريا في العلاج. تمام، ممكن يكونوا oral ingested، تمام، بخذوا حبوب أو كبسولات فيها اللي هو harmless microorganisms، تمام، بيكون فيها بكتيريا زي اللاكتوباسيلس اللي بتكون موجودة في اللبن اليوغرت، في عنا بايفيدوباكتيريوم، تمام، ونن باثوجينيك انتيروكوكس، هذول كلياتهم اللي بيكونوا موجودات أصلا بشكل طبيعي وين؟ في القولون، تمام، وييست زي ساكارومايسيس. هذا الهدف، بأي هدف إحنا ليش ممكن ليش ممكن نأخذ أو نعطي الإنسان اللي هو مايكرو أورجانيزمز لحتى نعمل اللي هو بالانس في اللي هو داخل الجسم، لحتى كمان اللي هو replacing potentially pathogenic microorganisms. لما يزيد عنا الباثوجينيك microorganisms صار عنا imbalance، فإحنا بنعطي هاي البينيفيشال مايكرو اورجانيزمز لحتى نرجع الامور لطبيعتها ونقلل من اعداد الاوبورتونيستك او الباثوجينيك مايكرو اورجانيزمز. في عندنا طريقه ثانيه بدل الاورال انجستد، نفس المبدا ولكنها ايش بتكون؟ نيزل انهيلد سبراي. اذا هو ايش بيكون؟ يتم استنشاقه عن طريق اللي هو بخاخات للانف. تمام، هذا الاشي بيساعدنا في مرضين، المينينجايتس والأوتايتس ميديا. المينينجايتس اللي هو التهاب السحايا، الأوتايتس ميديا اللي هو التهاب الأذن الوسطى. المينينجايتس بيحقنوا هارمليس نيزيريا لكتاميكا، تمام، لحتى تقلل من اللي هو potentially pathogenic meningococcus. مش احنا حكينا انه في عندنا meningococcus نيزيريا meningitidis بشكل طبيعي في الـ respiratory system في النوز واللي هو في الفارينكس، صح ولا لا؟ فاحنا بنقلل من النيزيريا meningitidis ونحل محلها ايش؟ النيزيريا لكتاميكا. تمام، الميكانيزم، تمام، either microbial competition، يا اما بتتخلص من خلال انها بتنافسها على المساحه والغذاء، ماشي، او innate immune response، او بتخلي الجسم يعمل اللي هو immune response اوليه، بتخلي الجسم جاهز لسكند اكسبوجر، مش في الاول، اول اكسبوجر بسموه innate immune response اللي هو استجابه الاوليه. فهي الاستجابه الاوليه بتخليها تعطينا antibodies بحيث يكون الجسم جاهز ل more effective و faster ريسبونس على السكند اكسبوجر، صح؟ اذا لانه احنا بس نمرض بالمرض للمره الثانيه بنكون قادرين على التخلص منه بشكل اكبر وبشكل اسرع من اول مره. طيب بالنسبه للاوتايتس ميديا او التهاب الاذن الوسطى، ممكن نستخدم اللي هو الهارمليس ستريب سانجوينس، تمام، وهذا الاشي بعمل لنا complete or significant recovery، بيساعدنا انه نتخلص من الالتهاب الموجود في الاذن الوسطى، بحل مكان البكتيريا الموجوده هناك، فبعطينا complete او significant recovery. طيب في عنا الطريقة الثالثة FMT اللي هو فيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن، طريقة مقرفة شوي، هي عبارة عن انه بأخذوا من حدا سليم المايكروبيوتا اللي موجودة في البراز تبعه، بفصلوا البراز وبطلعوا منه اللي هو المايكروبيوتا وبحقنوها في اللي هو أمعاء الشخص اللي موجود في باثوجينيك بكتيريا جوات الأمعاء تبعته. فبحكي لك إنه transfers intestinal bacteria، تمام، وسيف هاي الطريقة آمنة ومستخدمة في الكلوستريديوم ديفيسيل انفكشن زي سيدوميمبرينيا واسكولايتس اللي حكينا عنه، واللي هو الالسيراتيف كولايتس أو الانفلاماتوري باول سيندروم اللي هو التهابات ايش الأمعاء، and the prevention of listeriosis من الليستيريا والكوليرا من الفيبريو كوليرا، تمام، نمنع الكوليرا والليستيريا. طيب هسا في عنا إشي اسمه prebiotics. prebiotics إجا واحد فكر قال لك لا يا عمي انتو طريقتكو مقرفة وبدي أخذ وأقعد أفصل شو اسمه
مايكرو اورجانيزمز ومايكرو فلورا وانقيهم واعرف كل واحد شو نوعه وكذا وكذا وكذا. انا بدي اريحكم، قولوا لي هدول المايكرو فلورا شو عشو بتغذوا، شو بيحتاجوا اكل، شو بحبوا اكل، وانا بحط لهم اياه بحبه والانسان باخذهم بوصل لهم اكلهم. هذا الاكل بيكون جسم الانسان ما بيقدر يهضموه لكن هم بيحبوه قادرين يهضموه. فبحكي لك نون دايجستبل فود انجريدينتس، تمام، اشي جسم الانسان او اكل جسم الانسان ما بيقدر يهضمه، زي اللي هو ترانس جالاكتو اوليغو ساكرايد، ترانس جالاكتو اوليغو ساكرايد او فركتو اوليغو ساكرايد او لاكتيولوز او انيولين. هذا الاشي ستيمولييت ذا جروث or activity of intestinal resident bacteria to improve health. هذا الاشي بيساعد اللي هو intestinal resident bacteria انها تنمو، تمام. في عنا زي ما قلنا زي ما حكينا عن البنفيشال رول، في عنا هارمفول رول، والنقاط هاي كلياتها حكيناها بس بشكل موزع وهون بدنا نجمعها. اول اشي زي ما حكينا قبل هيك انه الاوبورتونيستك بوتنشال باثوجينز اذا غيروا الهابيتات او الاناتوميكال سايت بيؤدي الى انفكشن حتى لو كان عندنا ايش هيلثي اميون سيستم، تمام. فمثال على ذلك الهارمليس انتستينال كولاي المنيحه اللي كانت تفرز لنا فيتامين كي والى اخره، بتعملنا سيريس انفكشن اوف ذا يورينري بلادر سيستايتس. مهم كثير انه اذا حكالك انه شو البكتيريا اللي اذا غيرت موقعها من الانتستين لليورينري بلادر بتعمل سيستايتس، تحكي لي اوكولاي لانها من اكثر البكتيريا اللي بتسبب سيستايتس، تمام، وبتساوي باللنج وونز والى اخره، بتساوي اماكن كثير، ولكن اشهر مكان يتوجد فيه الايكولاي لانه عندها اللي هو فلاجيلا بتخليها تمسك في جدار المثانة. هذا اللي بيميزها، لأنه أصلاً شو اللي بيمنع البكتيريا أنها تضلها بالمثانة؟ الفلو أوف يورين، أنه في عندنا ميكانيكال فلو، صح ولا لا؟ ولكن عندها هي فلاجيلا بتخليها تمسك منيح في اللي هو جدار المثانة. ورح ناخذ بتوقع يعني بعرفش إذا الدكتور رح يغير لكم إشي، بس هذا الإشي مفروض معكم في آخر المادة إن شاء الله. طيب prolonged use of اللي هو broad spectrum antibiotics، وحكينا انه استخدام ال broad spectrum antibiotics رح يؤدي الى قتل اللي هو ال resident flora ورح يعملنا super infection، والsuper infection عطينا عليه امثلة. ولكن خلينا نعرف السوبر infection هو overgrowth او population explosion، يعني انفجار الكتلة او التعداد من اللي هو ال resistant opportunistic microorganism، تمام، اللي بالعادة بتكون موجودة بسمول نمبرز، فزاد عددهم بشكل إيش ماله كبير. زي مين؟ زي الكلوستريديم ديفيسيل في الكولون اللي بتعملنا أنتيبيوتيك أسوسييت الدائرية أو AAD، أو اللي هو سيديمونس ممبرينيوس اللي هو كولايتس اللي هو PMC، تمام، والكانديدا البيكنز اللي بتعملنا كانديدياسيس سواء في الفم او في الفاجينا، وحكينا في الفاجينا بتعملنا انفلاميشن مع وايت بي سيز اسمه فاجينايتس، وفي الماوث بتعملنا إشي اسمه ماوث ثراش، تمام، والماوث بيكون فيه هيك بقع بيضة موجودة جوات الفم، تمام، بيكون اسمها ايش اللي هو ماوث ثراش. increases vaginal pH، برضو حكينا عن هاي الشغلة، لما يزيد الفاجينال pH في عنا اللي هو الكانديدا البيكنز تعملنا vaginitis. مثلا ممكن يكون في عنا weak immune system، تمام، due to diseases of chemotherapy. وتوقع بالفارما أخدتوا الشغلات اللي بتقلل من اللي هو الاميون سيستم أو فعاليته، زي الكيموثيرابي، زي فيروس الـ HIV، زي الراديشن، زي المالنوتريشن برضو اللي هو سوء التغذية وإلى آخره. هاي الشغلات كلياتها بتعطي فرصة للأوبورتونيستيك بكتيريا إنها تسبب لنا الأمراض. Other conditions like burns، ماشي، lacerations and wounds and surgical procedures، هاي كلياتها مرة ثانية بتساعد أو بتعطي البكتيريا فرصة أنها تسبب لنا المرض. في عنا مصطلح معرق علينا قبل هيك بس ما عطناهوش حقه، اللي هو البيوفيلمز أو البكتيريال كوميونيتيز، تمام. البيوفيلم هو عبارة عن تجمع من البكتيريا بتفرز حواليها كل واحدة شو شاطرة، تمام، زي كده من مجموعة شباب اجتمعوا مع بعض، والله هذا بيعرف يطبخ يطبخ لنا، هذا بيعرف ينظف لنا، هذا بيعرف يعزف يعزف لنا، وهكذا. هذول نفس الاشي بلموا بعض، بحكي لك انت افرز غذاء، انت افرز لنا بروتينات تحمينا، انت افرز لنا غلاف، انت افرز لنا كذا كذا كذا، لحد ما يعملوا ايش مجتمع. فبكون مجتمع من سبيشيز متشابهة او مختلفة ومغطى باللي هو بوليمرز من بروتينز وامينو اسيدز ونوكليك اسيدز وغذاء وويست برودكتس الى اخره، وبكون جواته اللي هو خلينا نحكي انفاق وخنادق بتمرق من خلالها اللي هو المي والويست برودكتس لحتى تطلع وتفوت، تمام. وهذا الاشي بيخلي البكتيريا اصعب بكثير انه يتم التخلص منها لانها محميه بطبقات بدل ايش اللي هو طبقه واحده. فبحكي لك aggregates of assorted bacteria
encapsulated in tenacious extracellular polymeric matrix. نيجي عليها واحدة واحدة. Aggregates يعني تجمعات من assorted bacteria يعني بكتيريا موجودة موزعة. Encapsulated in tenacious يعني مغطي بتنacious extracellular polymeric matrix. Tenacious يعني قوي وصلب. Extracellular خارجها. Polymeric يعني متعدد المركبات أو متنوع المركبات. ماشي. والmatrix اللي هو المجال الموجود حواليها. شو اللي بكون فيه شو البوليميريك ماتريكس بكون فيه بوليساكارايدز بروتين ونوكليك اسيدز تمام. فالبكتيريا بتنمو بتايني كلاسترز. لاحظوا مثلا هون في عندنا كلاستر هون في عندنا كلاستر هون في عندنا كلاستر. هاي الكلاسترز سموها مايكرو كولونيز تمام. فالبايوفيلم باختصار بيكون فيه مايكرو كولونيز وايش نتورك اوف ووتر شانلز سبلاينج ديسولف نوتريينتس اند ريموفينج ويست برودكتس. اذا بكون في عندنا ايش ووتر شانلز تمام شانلز للمي بتوصل الغذاء وبتاخذ معها ايش الويست برودكتس تمام. شبه اللي هو التغذية الدموية في الجسم تمام. البروتكشن بتساعد هذا الاشي بوفر لها الحماية وهذا الاشي بيؤدي الى exponential increase in survival chances of bacterial population بيزيد فرص اللي هو بقائها بشكل كبير. طيب diseases implicated الأمراض اللي ممكن تسببها في عنا الإندوكارديتس اللي هو التهاب الغلاف تبع اللي هو القلب الداخلي تمام. السيستيك فايبروسيس تمام. والسيستيك فايبروسيس هو عبارة عن إنه الجسم بيصير يفرز ميوكس كثير كثيف وهذا الإشي بيؤدي إلى ضيق تنفس. ممكن يكون برضو موجود في اللي هو أماكن أخرى غير اللي هو الجهاز التنفسي. ميدل إير إنفكشنز اللي هو إيش التهابات الأذن الوسطى. كيدني ستونز اللي هو حصى الكلى. بريدونتال ديزيزز اللي هو أمراض الأسنان. وبروستات إنفكشنز اللي هو التهابات للبروستاتا. طيب المايكرو اورجانيزمز اللي بتعمل هذا الاشي الكانديدا البيكنز ستافيلوكوكس اوريوس. الكونز اللي هو مره ثانيه كواجيوليز نيجاتيف ستافيلوكوكس. الانتيروكوكس الكليبسيلا والنيمونيا والسيديموناس ارجينوزا تمام. طيب السينرجيزم حكيناها وهسه بدنا يعني نعرفها بالتفصيل نجمع اللي حكيناه ونحكيه بمكان واحد. السينرجيزم او البوليمايكروبيال انفكشن اذا هو انفكشن من مجموعه كائنات حيه. وزي ما حكينا كيف احنا اخذنا في الادويه انه في عندنا سينرجيزم بالادويه انه لو جبنا الدواء له مفعول واحد ودواء له مفعول اثنين له مفعول واحد لما نجمعهم مع بعض بيعطونا مجموع اكبر من اثنين. هون نفس الاشي لو جبنا مجموعه بكتيريا بيعطونا مرض اقوى من الامراض اللي كانت كل واحده حتعطيها ايش لحالها. فبحكي لك انه two different microorganism in synergistic relationship تمام produce disease ايش ماله which neither could cause by itself. لا ولا واحد منهم كان ممكن يسببه لحاله. الاكزامبل عليه على قول الدكتور إينغ هو اسمه acute necrotizing ulcerative gingivitis. نمشي فيها gingivitis يعني التهاب لثة. ايش ميزاته انه acute حاد. necrotizing بيؤدي الى necrosis في اللي هو مكونات الفم. السيرتيف بيؤدي الى تقرحات. الاسم الاخر له اللي اذا جاكوا في الامتحان حيجي زي هيك اللي هو ترنش ماوث تمام. مش ثراش. ميزوا بين ترنش وثراش. ثراش كان كانديدا البيكنز. هون ترنش ماوث او فينسنت جينجيفايتس تمام لانه واحده من البكتيريا اللي بتسبب فيه اسمها فينسنت ياي شيء زي هيك فينسنت ياي. وفينسنت اللي هو ستوماتايتس. ستوما اللي هو الفم وستوماتايتس اللي هو التهاب الفم. طيب بيكون ميكست اورال بكتيريا. هذا الاشي بيعملنا هذا المرض سيريوس تمام جدي فيتال القاتل. بيصير في عندنا ulceration تقرحات ونزيف ونيكروسيس للجنجيفا وغيرها من مكونات الفم. ممكن برضو انه تنتقل هاي البكتيريا وبالانفكشن تبعها وتروح لوين للثروت او الفارينكس تمام. ويعملنا اشي اسمه فينسنت انجينا يعني زي بتصير تمثل الذبحة الصدرية. بصير في عنا ضيق في التنفس صعوبة في البلع. بصير في عنا مشاكل كثير وهذا الاشي بيؤدي الى الموت. فاجينال ميكست بكتيريا اللي هو بكتيريا الفاجينوسس حكينا عنهم. جاردينيلا فاجينالس موبيلينكس واللي هو الانيروبيك كوكاي تمام. pathogens in the soil في عنا طبعا كثير pathogens in the soil ولكن اللي هو اللي بدنا نناقشهم اليوم ثلاث انواع الكلوستريديوم الباسيلس انثريسيس وفي عنا كمان ايش سم فانجاي. اول اشي الكلوستريديوم سبيشيز. الكلوستريديوم سبيشيز ثلاث انواع اساسيات اللي احنا يعني بنحب او دائما حيمرقوا معاكم اللي هم كلوستريديوم تيتاني بوتيولينم بيرفرنجز. التيتاني بتعمل المرض اسمه التيتانوس. التيتانوس ناتج عن اللي هو التوكسين تبع الكلوستريديوم تيتاني اللي هو بسموه ايش تيتانوس توكسين تمام. هذا التيتانوس توكسين بمنع
اللي هو افراز اللي هو ايش النيورو ترانسميترز جابا، تمام. هذا النيورو ترانسميتر وظيفته انه يثبط عمل اللي هو العضله، تمام. فاحنا في عندنا اسيت الكولين بنفرز، صح ولا لا، مشان العضله تنقبض، وفي عندنا جابا نيورو ترانسميتر بنفرز من الانهيبيتوري نيرفز عشان يعمل العضله ريلاكسيشن. فبالتالي بستمنع انت تثبيط العضله يحضرها العضله من قبضه، وهذا الاشي بسموه تيتانوس، تمام. الكلوستريديم بوتيولينم، تمام، تقريبا عكس اللي هو التيتانوس، تمام. البوتيولينم بيكون عبارة عن توكسن بمنع إفراز الأسيتيلكولين، فبمنع الانقباض، فبصير عندنا فلاسيديتي، يعني بصير الجسم مرخي مش قادر الإنسان ينقبض، تمام. شغلة كمان، البوتيولينم هو نفسه اللي مستخدم في البوتوكس، تمام. البوتوكس بيحقنوا طبعا انواع محسنه ومصنعه والى اخره، مش كثير بفهم فيهم، ولكن بيحقنوهم وبكون الهدف اللي هو انه يرخي الجلد والعضلات الموجوده في مكان الابر، تمام، عشان هيك بتروح من خلاله التجاعيد. طيب الكلوستريديم بيرفرنجز اللي بتعمل جاس جانجرين، وهذا الاشي اكيد اخذته يمكن باول او ثاني محاضره في اللي هو الباثولوجي اللي هو الغرغرينه، تمام، ان هاي البكتيريا اللي بتيجي وبتعمل نيكروسيس للتيشوز، تمام. الباسيلس انثريسيس او الجمره الخبيثه، مرض الجمره الخبيثه اللي هو الانثراكس. فيريس ييست زي الكريبتوكوكس نيوفورمز او تيجي بالامتحان سي نيوفورمز، فانا كتبت لكم اياها زي هيك مشان تميزوها عن الكوريني بكتيريوم او اللي هو الكلوستريديوم او حتى اللي هو الكلوستريديوم ديفيسيل. فهاي بدكم تميزوا انها عباره عن اللي هو ييست وبتعمل ايش، مينينجايتس اللي هو التهاب سحايا. انفكشس ديزيزز اوف فارم انيملز، تمام، في عندنا امراض معديه من الحيوانات، تمام، اثرها انه ايكونوميك بيردن، طبعا يعني بتخسر الثروه الحيوانيه، بصير في لها اثر اقتصادي. وفي شيء ثاني اسمه زونوسيس. زونوسيس اللي هو مصطلح يطلق على الامراض التي تنتقل من الحيوان للانسان، تمام. مثل هاي الامراض البرايونز، ماشي، حكينا عن البوفاين سبونجي فورم انسيفالوباثي او الماد كاو ديزيز او اللي هو جنون البقر، والسكريبي اللي هو مثيل الماد كاو ديزيز ولكنه موجود في اللي هو الاغنام. الفيرال زي الانفلونزا، الريبيز، السعار، سواين بوكس اللي هو جذري الخنزير. باكتيريال كل إشي تقريبا اللي هو الانثراكس، التيتانوس، البوتيوليزم، الاكتينومايسيس، وامثله في اكتينومايكوسيس، وفي امثله غيرها حاطها دكتور، لكن يعني مش مهمات لانه يعني انواع غير محدوده من البكتيريا بتنتقل من الحيوان للانسان. الفنجل اللي هو الرينج وورم، الرينج وورم اللي كانت اتوقع تينيا كوربروس اللي حكينا عنها في ماده الميد. البروتوزوا، في عندنا كتل تك فيفر اللي حكينا عنها اللي هي بابيسيوسيس، والكريبتوسبورايدوسيس والكوكسيدوسيس، تمام. يعني هذول اقراوهم قراءه، في غيرهم امثله كثير، فبالتالي بيهمني بس تعرفوا مصطلح الزونوسيس، تمام. وللمعلومة يعني كونه احنا بنمر بالوضع، مثلا الكورونا اثبتوا انه الفيروس ما بنتقل من الحيوانات للانسان، زي الكلاب بالذات، هم تحديدا عملوا دراسة على الكلاب. ففي ناس صارت ايام بامريكا، ايام شدة العدوى وقتها واللوك داون، كانت تودي الكلاب تجيب لها اغراض، تمام. طيب الاندستريال مايكروبيولوجي، تمام، استخدام اللي هو المايكروبيولوجي في الصناعه، اللي هو بقول لك اني تكنولوجيكال ابلكيشن، اي استخدام تكنولوجي للبيولوجيكال سيستمز، للانظمه الحيويه، لحتى نصنع او نعدل على المواد. وهذا الشيء حكيناه قبل هيك، من فود زي اليوغرت، التشيز، البريد، تمام، البيفرجز زي البير، الواين، والى اخره. الامينو اسيدز، الكيميكلز زي الاسيتون وغيره، الفيتامينز زي فيتامين كي، والبيات اللي عديناها بي 6 بي 12 بي 7. الانتي بايوتكس برضو حكينا عنهم المحاضره الماضيه. الفاكسينز ممكن تتصنع من خلال البكتيريا، وبرضو في مصطلحين جداد اللي هم البيو مايننج والبيو ريميديشن. البيو مايننج اللي هو استخدام البكتيريا في التنقيب عن المعادن زي النحاس، الفضه، الحديد، الذهب، تمام. ليش؟ لانه بكون في جواتها معادن، والبكتيريا لما تلاقي المعدن في الصخر بترتبط فيه، تمام، بصير تأين والى اخره، يعني اشي كثير معقد. اسمه الاخر ليشنج او بايو ليشنج، تمام.
البيوريميدييشن اللي هو استخدام البكتيريا في تصحيح او التنظيف للاخطاء اللي عملها الانسان، تمام، اللي هو uses of microorganisms to clean up various types of wastes، تمام، including industrial waste، المخلفات الصناعية والملوثات زي الherbicides والpesticides. هاي اللي هي مواد سامة، البستيسايدز اللي بتقتل اتوقع العشب النجيل، والherbicides اللي بتقتل برضو احد انواع النباتات، او لا البستيسايدز للحشرات. طيب genetically engineered petroleum digesting bacteria to clean up oil spill، في صار عندنا هاي اللي هو يعني بصراحة انا بعتبره من افضل الاختراعات اللي هو البشرية، انهم عملوا genetically engineered bacteria. هاي البكتيريا قادرة انها تنظف اللي هو ايش تسرب النفط في البحر، تمام، بيعملوها على شكل اللي هو كرات او غيره، قادر انها اللي هو تذوب في المي، فبزتوها على مناطق اللي هو تسرب النفط، وبعد فتره راح تلاقوا مثلا في بقع بيختفي فيها النفط لحد ما ايش يتم اللي هو استهلاك النفط في الكامل، تمام. naturally occurring bacteria، تمام، بسموهم ميثانوتروفس، ماشي، من اسمهم بيحبوا الميثان. To remove highly toxic solvents، هذولا بيشيلوا مواد سامة جدا موجودة في التربة، اسمهم تراي أو تترا كلوريإيثيلين أو TCEs، تمام. Microorganism برضو used in composting, sewage treatment and water purification، اللي هو إيش تنقية المياه وتعقيمها، وخصوصا اللي هو مياه المجاري، وهذا الإشي مستخدم حتى عنا في الأردن، موجود في محطات التنقية، تمام. وهيك بنكون كملنا المحاضرة 13. زي ما شفتوا المحاضرة خفيفة، معظمها فهم ومعلومات اوريدي بنعرفها، لا يعني لا تتوتروا من يعني انه كان فيها حكي كثير، ولكن لو ترجعوا راح تلاقوا انكم بتعرفوا اقل اشي 50-60% منها، تمام. يعطيكم العافية، ونشوفكم على المحاضرة الجاية.